بس شكون كتقاتل الحلم ديالك وتلقى بزاف تاع الناس ما كيحملوكش وانت ما دير لهم والو؟ هذه حاجه صعيبه. الرابر اللي معنا اليوم تعرض لطيحات من هذا النوع وخا هاد العوائق اللي كانوا في طريقه قدروا يضربوا في شريك مع اكثر الرابر في العالم العربي والاوروبي بحال سول كيك ولارتيست وبالجي وميستريو. وكذلك باش ما ننساوش ان هذا الرابر راه عاون بزاف تاع الرواب اللي كيضربوا المليون تاع الفيوز اليوم وعاون حتى الرابر المغربي بالخصوص وهو راه راجع وكبير. باش تفهم كل شيء تفرج في الفيديو من الاول حتى الاخر غادي تخرج فيها القصه كلها 100%. بغيت طلب بسيط منكم هو ابوني لاشين وتبارطاجي الفيديو مع جوج صحاب باش القناه تزاد تاع واللي كيعجبو الكونسيبت كثر بارطاجيه الماكسيم. وسيدات السادات مرحبا بكم قصه حلاوه كاملين فويكا ويكا دراحة لي شانزي ليسي ليسي جبنا واحد في البيرتا الريل مادا فاك الجيز بحال الايزي مكا وليدي 170 كيلو خاص من ليدي ناري يا ناري كبرنا مكاري ناري يا ناري عدنا مساري. إيهاب إقبال زاد 11 يناير من عام 1996 بالدار البيضاء وبالضبط أن جونفوي وكبر في حي الحباشة بالجدية ولكن عمر في الزيروكا ودابا ساكن بدومارس خربختك ياك ولكن ركز مع الفيديو غادي نفهموا القصه من الاول. من نهار جد إيهاب في الدار كان هو ذلك الطفل اللي ما كتخصو حتى شي حاجه اللي حل عليها فمو كتحضر كان عزيز بزاف على الاباء ديالو. بعد بلوغ إيهاب 6 سنوات اتاح ليه الفرصه باش يمشي يقرا في المدرسه الابتدائيه وبالضبط في التعليم الخصوص ماشي بحال ولاد الشاب اللي كيتزاحموا في التعليم العمومي. إيهاب كان استغل الفرصه كنت يقرا مزيان ماشي بحال داك الكاسوت على القسم ولكن راه كان كيجيب نقط مزيان ودوز الابتدائي ديالو ترانكي ما كاينش شي حاجه بيزار فيه. ومن بعد غيطلع باش يقرا في الكوليج ومزامنه مع الدراسه تاعو في اعدادي الدخل هذا ديالو باش يلعب في الكليب تاع الخضر ويلعب في الرجاء البيضاوي على 12 عام من عمر كان كيموت على كوره كان الحلم ديالو ويكون لعاب تاع الرجاء حقيقي. ولكن من بعد غيتضرب وما غاديش يداوم مزيان وغيقلب على كوره من بعد ما تبليسه في رجله ولكن اكيد موت على الراجل. فهاد الوقيته كان ديما كيمشي عمر في الزيرو حيت كانوا صحابو تما وكان كيعجبو العيد تاع الاحياء الشعبيه وكيحس براسو منه وكان إياب سبيسيال في الباس تاعو وحتى في الهضره ديالو حيت كان كيعاود لصحابو بحليوه. مثلا فاش كيتلاقى مع شي صاحبو يقول لي فين حليوه قديما كيقول هاد الهضره بزاف تتكنت عليه هو. وفاش طلع إيهاب الليسي تاثر بزاف في الموسيقى تاع الراب وديما كيسمع غير الراب ومبقاش عاطي الوقت للقرايه. فاش طلع السيزيام مابقاش كيدخل هو يقرا كاع الا قلت لكم شحال جا في الاخر تاع العام ما غاديش تشيق حيت جا في الاخر تاع السنه 1.83 في النتيجه تما فين خرج من القرايه ومابقاش كيجي الليسي وكاع وتما فين دار كرو على شي حاجه سميتها القرايه وهنا فين دقات فيه البلي مزيان وديما تلقى مقنت وكيكمي. وهو كان تبلا صغير على 14 عام وفاش باغي يبدا الراب صدوا الدربه هي من ميكا واتساط عاونوا بزاف حيت كان هو اللي كيفهم في الموسيقى في الدرب وراش حامل حاجه حلاوه كتب لي اول تراك في الراب في عام 2012 ومشى سجله في استوديو تاع عمر دجيت. وهنقدروا نقولوا بان حلاوه دار الراب في عام 2012 هو وعشيرو طوطو بحال طوطو كان صاحبه من ايامات القرايه بحال قراو وياه في الابتدائي كله. من بعد ما سجل حلاوه التراك ديالو مشى فاكونس لفرنسا وملي رجع مشى نيشان للاستوديو باش يشوف التراك ديالو واش تميكس ومن تما فغيتلاقى مع طاني وغيدوز فينيك بيناتو. ومن بعد باتميكس التراك مزيان حلاوه باغي كليبي وما عندوش فلوس مشى للدار وبقى مريح كيخمم مني غادي يجيب فلوس تاع الكليب. شافت الوالده ديالو كيف عرفات واشنو باغي وعطاتو 5000 درهم وقالت لي هاكا ولدي باش تصور الفيديو ديالك وسير الله يعاونك. وتما في غادي كليبي اول تراك ديالو في الراب اللي غيسميه ضحك قاده لكنتي صحيح مايا صون ديك القباحه جمع الكوت جاي نصوني نهايه السراحه الكيك تلكين قاف الباب على بال بوز. هاد البروجي قدر اعتبرو انا من احسن التراك اللي حط حليو في البدايات ديالو له 4 دقائق ما تنفسش فيها وبقى تما كيعطيه في الريمات والبونش لاين واللي ميتافور اللي هاربي. كانت بدايه واعره بزاف كرابور يلاه بيت وكالبان معاه في الكليب كل من طاني وطوطو. وهاد المورسو راه كانوا بارطاجاو بزاف تاع الروابا منهم طومبي حليو انا كان جاب السي جديد ديالو. وهاد البروجي راه دار بجوج المليون ونص من وراه غادي يلوح اكستري ديال كشابي باك بابا في الليل مشاي نعس حدا امي سمعت الصداع وانا ملتق باطليت ناري ناري ما نعاودش ليكم شنو شفت بلاك ان كي. هاد الاكستري من الميكس تيب كيبان ملك شاب ديالو مخايف لكاع الروابا اللي كانوا في ديك الوقيته وخا هكاك بارطاجا مزيان. وفي 24 ماي من عام 2013 غاتحط تراك اللي غادي تشهر به حليوه في الراب المغربي اللي هو بطل العالم حجر الدنيا بطفري راجع من الاخر كنت داير قيلوله في قبري.
التراك من الميكس تيب ديال شابي بيك كانت فيه 10 دقائق تاع الفلو والريمات لي عربي. صراحة انا عرفت حليو عن طريق هذا البروجي وهذا التيتر غادي يبقى متورخ في الكارير ديالو وكلشي احترموا عليه التيت. وفي 14 فبراير من عام 2014 غتحط واحد البروجي اللي غادي يغامر فيه بزاف اللي هو موسيقى الشيطان. هاد التيتر غامر فيه بزاف حليو حيت جبت فيه شي حاجه في الدي وكلشي اصبح يقول انه ماشي مسلم وهاد السطر ملحد. انا ما نقدرش ندوز الكليب ديالو في الفيديو حيت لا دوزتو غضربوني بقانون مخالفه سياسه اليوتيوب لانه في شي حاجه غير عاديه. ولكن حليو راه لعب كيف البروجيات ديالو اللي كان كيحط تراكات اللي كيبانوا بيزار في داك الوقت كيش بارطاجاو الماكسيم. وفي 7 نوفمبر غيتلاح واحد التيتر ديال زوان المدينه منعش موعي في كازا سنيني فاضو من المور الى حمان طفوق المدينة والجنود فاقوا. واو لا تراك كيف داير. هذا هو الراب، هذا هو واحد اللي هو اللي كنعرف، هذا هو واحد اللي هو اوريجينال كيف ما قالوا هو ايامات العزات راه كيحط شي ريمات اللي ما يقدرش يحطهم شي واحد اخر من غير حليو. كان السيل ديالو مختلف على كل شيء. وفي 2015 غادي يحط حليو الميكس تيب ديال ولد فاطيم اللي كانوا فيها 6 تاع التراكات، واول تراك في الميكس تيب هو ولد فاطيم. عندي سر خاص نقول لك الساده العز مع صاد المجرد باش تكتب لي الضحك قاعده. اوكي التيتر فاش خرج كنلقى اعجاب كبير عند البيبليك وتبارطاجا مزيان حيت دابا هاد البروجي ضارب في يوتيوب اكثر من 5 مليون وكانوا فيه شي اسطوره مشاو فايرال بحال كبرنا ما كنحشموش بحال اشهارات اولويز. هاد الميتافور اللي عطا كانت واعره بزاف. وفي 28 افريل 2016 غادي يجي البروجي ديال نيك تاتا صندال ريبوك هاد سمهم شي راح نكبوك بدري بسكو دايس فرع براك يدفنوك. هاد التيتر اللي كنسمى البيبلي وتشهر بزاف كانوا بعض الناس عرفوا حليو عن طريق هاد البروجي. والحاجه زياده الاعجاب من هاد التراك هو فاش كتب ليهم لي بارون في الكليب باش كلشي يفهم شنو كيقول. وراه منسق على يوتيوب هاد المورسو 18 مليون مشاهده. وفي 2 جوان 2016 غيجي تخوازيام اكستريم من الميكس تيب اللي هو ديوان اللي كان فيوتشينغ مع السبعاتون. برنا في زناقي في ضربه ماضيه غيحردوكي لما كنتي جديد راك جديد نشاو الحساده حاضيه. بدا التراك بالكوبلي الاولى تاع السبعاتون قصر فيها مزيان وحط ريمات هارمي بداك ستيل القديم ديالو كيسالي البارشي ديالو بالروفله اللي كيغني فيه. وبالمناسبه هذا شي حلقه للسبعاتون اللي باغي يدخل يتفرج فيها غنخلي لكم ليها ديسكريبسيون. اما حليوه دخل في الكوبلي الثاني تاع التراك كاع داك الجيت ديالو وفرقع الفلو بجميع النواحي وكان ديسك ناضي. وفي 9 سبتمبر 2016 غيتحط البروجي ديال احنا كاع الحلوه في بانيو صاحبي يا بداك قاعده تخلينا على الفاليو بشريكي تشوف في التراك كان فيه واحد السطر اللي كان بسببه وعند يعني واحد البيف بين جوج تاع الروابط كبار في المغرب. والسطر هو فاش قال حليوه خلينا عواز في داكار والبيبليك كلشي ترجمه باللي دق على الديز دروس. ولكن حتى من بعد اللي قال لهم راه غير جات في الريمه وراه ماشي عليه. و17 نوفمبر 2016 تحط البروجي ديال اديداس والله كندوز الباص قرعت شي فاسي يا حبيبتي كنسرس راس في الكراس بالحق والله حتى وصلت لشي تيرا الدرب. الفلو باش قصر هنا كان واعر بزاف حتى من رو في لعباش لعب كان واعر تغير كيتحفظ. وفي عام 2016 نيت كان جا الارتيست للمغرب باش يعاون الدراري في الراب بالمغرب كان تعرف على حليوه وضربوا بيا واحد فيوتشي في الالبوم ديالو تراك ديال غونزاليس. وبقاو صحاب هو ويا وديما كيخدموا موسيقى مجموعين. وفي 20 جوفي 2017 حليوه غادي يحط تراك ديالو من الميكس تيب اللي هو عريب لقاني في الحاله ديما الحاله حاله حاله علاش راني في الحاله. هاد الكليب مكمل غير بزاف كتشفات فيه الكاميرا ديالو وبزاف تاع العراقيل كانوا وقعوا ليه اللي مفهمش اشنا هي عاريبو هي القرقوب او الفاني. من بعد هاد الطراح اللي هو اصبح هو الواجهه تاع الراب بالمغرب كلشي ولا كيهضر عليه وعلى التيم ديالو اللي هي زاو سيتي والمنبر ديالها هو نيتش كان داير البوز ديال بسطح وزيد عليها حتى العلاقه ديالو مع بنت ستاتي اللي كان كلشي كيهضر عليهم. واحد النهار كان حليوه وايلي كانوا شادين الطريق في الطوموبيل كنسيق بهم واحد خونا داك خونا ماشي في الواعي ديالو وداروا كسيده وكانت اكسيده خايبه بزاف غير الله حفظ وصافي. هاد الشهر اللي كانت عند حليوه كان كلشي باغي يتقرب منه ويبان معاه باش حتى هو يتشهر. ولكن حليوه كان عاون بزاف تاع الدراري في الراب منهم الدراري اللي كانوا معاه في لاتين وضرب معاهم في تشينك باش يعرفوا من بيبلي بحال التراك ديال ميا مور تفرى بوكيمون خساده بكيلو هاد باكيرا شحال من كثيره ماصر كره 100 سنين بوفاش. هاد الفيت اللي كان فيه كل من حاري طوطو والعالكوني تاع زيرو تين كان في الستار ديالو بقى نجاح كبير في الراب بالمغرب. والسبب حيت فيه حليوه ومن موراه غيضرب فيت مع دريز هو مونبر من ارتيست كان في التراك ديال كمي كمي خاش كيلو في وسط الباك باك ماشي ذنبي ماما باغا لعب. من مورا هاد الفيتش غادي يخدم بروجيات اللي غادي يساهموا في النجاح ديالو ويزيدوا من الشعبيه ديالو بحال التراك ديال لافافا كان ضرب واحد التراك مع سول كينغ اللي كان حتى هو عالمي اللي هو بلاد. في اي بي جي شارج برو مون بي اش فليكس شيطان في فيلا حالا حالا
من وراء هذا البروجي كان عالمي وضرب 7 مليون تاع الفيوز على يوتيوب. غادي يسيني حلاوة مع الليبل ديالو ب 70 مليون سنتيم وبلا ما نقول سميت الليبل. وهذا المبلغ اللي كان كبير بزاف في ديك الوقيته ومازال كبير الى يومنا هذا. وغادي يخدم معاهم بعض التراكات بحال ناري اللي كان فيت مع عروب كذلك تيتر ديال ميا موري. ومن بعد حليوة غادي يكون ساهم صدمة من الألبوم ديالو وغادي يحط سمية إكستريم من الألبوم اللي هو يما اللي كان فيت مع بالتش. هذا البروجي كنلقى نجاح كبير من بعد ما خرج حيت عجب البيبليك لواحد الدرجه كبيره بزاف حيت كان السوجو ديالو هو الامهات واي رابور كيغنى على الام ديالو البيبليك كيفرح لانه كيهضر على واحد الموضوع اللي كيقيس به كلشي. وكاع البيبليك بارطاجا هذا التيتر وراه ضارب على يوتيوب فقط اكثر من 57 مليون مشاهده. وفي 18 نوفمبر 2018 غادي يجي دوزيام اكستريم الالبوم ديالو اللي كان فيت مع دي جي حميده في التراك تاع سينيوريتا. فهاد تشيتر حليو بعد شوية عن الراب وخا هكا عجب البروجي البيبلي وضرب حتى هو مشاهدات حوالي 12 مليون في. وفي 10 ديسمبر تحط خوازيم إكستري من الألبوم تاع لا ستريت اللي هو توتورينا. هاد توتورينا هو مافيوز كبير في إيطاليا وهاد الساط هو متأسبيرا توتو وجاب إي كي إي ديالو في الراب. هاد الإكستري من الألبوم منجحش بزاف بحال سينيوريتا ويما اللي ضاربو الفيوز صعب بصح. وفي 30 ديسمبر 2018 غيطلح آخر تشيتر قبل ما يحط الألبوم كوبلي اللي هو طاير. الكليب كان ناضي ومسلو مزيان واحتمل البرو تاع ناجي غازي كانت متقونه والصوت في المستوى. ومن بعدها فاش غادي يتلاح الالبوم والليبل هي اللي غتكلف بهذه القضيه وهي اللي غادير لي ديستريبيسيون كاع لي بلاتفورم ديجيتال. كيف ما قال حليو ان هذا الالبوم مختاش وكان متوقع هو منه كثر الفيدباك ديال الالبوم ما تلقاش منه. سميت الالبوم لا ستريت حليو خبقى فيه الحال باش الالبوم ديالو ما نجحش ما استسلمش قاش الطريق حتى من لي كلاش بكا بوت في الميت. فاش كان لاح البيك كلاش ديالو ديال 170 كيلوغرام وزاز فيه الراب المغربي في اواخر 2018 حليو كان حتى هو من المقصودين في الكلاش ديال البيك ولا جاوب على راسه بالتراك ديال 57 كيلوغرام. انا النوم على باليش بيك خويا سوبر هيرو شركز ديال بيك والاروا بدنيت على الضحك تقعد فيكم اللي كان حتى هو كلاش في مستوى وبين فيه ان مستوى كبير كيقول فيه بان احنا جينيراسيون جديده راه عندنا ما نقول والهضره ديالنا راه موزونه حتى حنا نعطيو الراب كيف ما عطيتوه نتوما قبل. ومن بعد خدم بروجيات اللي كانوا صول ومن موراها خدم ميكس تيب الثالث ليه في الكارير ديالو اللي سماه ولد فاطمه فيرسيون 2 اللي كانوا فيها بعض التراكات واعره بحال توريس وبطل العالم فيرسيون 2. من مورا هذا الميكس تيب حلو غادي تقبل ليه واحد الرابور اللي كان هو مده وكيتوقع المغرب ولا الروابط تاع المغرب حتى شي واحد ما جاوبو من غير الفرده تراك ديال 2030. ولكن حليوة في 12 اكتوبر 2021 لحن كلاش ديالو اللي سماه ديال كارتون. ماشي مع المليون شهيد شتك كان عطايد فرنسا كنت ماشي اونتي سيستم ديال عطايد ديالها. من بعد هذا الكلاش اللي قصر فيه مزيان قبل يديدين نادو كاع الروابط تاع الجزائر بداو كيكلاشيو في حليوه وسبوا المغرب وحتى من شي وحدين اللي كان عاونهم هو قلبوا عليه. ولكن من بعد ما الماتش كبر ولاو 10 تاع الروابط من الجزائر ضد حليوه بوحديتو نادو الدراري تاع المغرب اللي ضرباتهم النفس على بلادهم منهم ديب علي الصامد نيو ديمو وحتى من الجوراليست ديالنا موصو حطوا ديستراكات اللي تقبوا فيهم الروابط تاع الجزائر وجبدوا لهم الخيف تاع القوافي. وفي 21 اكتوبر 2021 تحط الفريستايل الثاني تاع حليوه اسمه فريو كريو. حليوه حرك الراب بالمغرب حتى الجزائر وعرف كيفاش يدير البوث تاع بصح ديما كيلعب ذكي وكيعرف شنو كيدير. اخر تراك حطوا دابا في الكارير ديالو اللي كان فيتشرينغ مع لين فكري تراك ديال وحداني حليوه وخا بدل الستيل ديالو باش يواكب العصر ولقيته كيفاش غاد. لحد الان كيوجد الالبوم اللي سميتو شابيون اللي خدمو ورنابس هذا غادي يكون الالبوم الثاني ليه في الكارير ديالو. دابا غادي يكون خصص ليكم قصته دقائق معدوده حلوه من الروابط اللي عطاو بزاف الراب المغرب ما يمكنش نساو شنو الاسبيراسيون اللي زاد المغرب او لا كولتشر بالخصوص. دراري قولي في الكومنتير شكون الرابور اللي بغيتو الفيديو يجي وبغيت نطلبكم على حاجه ما تنساوهاش وابوني لاشين وتبارطاجيو الفيديو الماكسيم 10 تاع صحابك 20 5 شحال ما كان عندك هز الفيديو وبارطاجيه معاهم باش القناه تزيد تشارك والكونسيبت اللي كنديرو يزيد تشارك ونتلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله. موسيقى اللي باقا جايبه بوكوريس لاريس لاريس كل ليله متاستا زاد لكوكاينه كانت لي في لادريس 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 راجع خطوه اللو